القطعة المستقيمة لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية، والشعاع لها نقطة بداية وليس لها نقطة نهاية. القطعة المستقيم ليس لديه نقطة نهاية وليس لديه نقطة بداية. إذا تقاطع الشعاع ينتج زاوية. هناك ثلاث أنواع: زاوية حادة ومنفرجة وقائمة. زاوية قائمة 90 درجة، والحادة أقل من 90، والمنفرجة أقل من 90. الزاوية القائمة ألف باء جيم أو جيم باء ألف. الزاوية الحادة سين صاد عين أو عين صاد سين. هذا الشكل هو المستطيل، وفيه أربع رؤوس وأربع زوايا وأربع أضلاع. هذا هو المربع، لديه أربع زوايا وأربع أضلاع وأربع رؤوس. في المثلث له ثلاث أضلاع وثلاث رؤوس وثلاث زوايا. زوايا المربع قوائم، وزوايا المستطيل قوائم، والمربع كل أضلاعه متساوية. المستطيل كل ضلعين متقابلان متساويان. Goodbye.